كبير عايز ساعتين، لكن هنحاول نديمه ساعة أو 55 دقيقة يعني زي ما يسمع، وبعدين سيادتكم تكملوا الباقي زي ما عملنا امبارح يعني. لا ما أنا هعمل إيه يعني، إحنا في الآخر هنعمل إيه؟ المفروض حضرتك انتوا قاريين وانا وبعدين تيجي اسالك واتكلم معاك والحاجه اللي فاتحه عامله رسم ولا حاجه، المفروض المحاضره كده انتراكتيف ليرنينج صح ولا لا؟ المحاضره كده او الديزاين كده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ده العنوان قدامكم اهو ريجنز اوف ذا ابدومين. انا يعني في قلت قبل الاب بتاع الدفن نقولها كده ريجنز، الريجنز موجوده في اخر اخر صفحه او اخر سلايدين في الاخر يعني. انا حطيت شويه سلايدز بدل ما بعتكم المحاضره زي المره اللي فاتت. اول حاجه جبت لكم كيس سيناريو. يا ترى حد قرا؟ كم واحد قرا بالامانه كده؟ طيب كويس ان حد قرا. طيب حطيت لكم كيس سيناريو دوت. ممكن الكيس سيناريو دوت انا ايه ده بيبين لك اهميه الابدومين، انك تدرس ابدومين. واحد عنده 26 سنه بيشتكي من بينفول ابدومينال سويلنج ان ذا وان ذا رايت جروين، وبعد كده عنده فوميتنج. بالاكزامينشن كان عنده تنس تنس فيري تندر ريديوسابل سويلنج، يعني ما بيرجعش مكانه. وبعد كده اكسندنج داون انتو ذا سكروتم. عارفين السكروتم ولا لا؟ اللي هو الكيس اللي فيه الخصيه يعني السكروتم. اتشخص از رايت كومبليت ان دايركت انجوينال هيرن. رايت رايت سايد كومبليت يعني وصلت لحد السكروتم بتاعك. ان دايركت يبقى في ان دايركت في دايركت انجوينال هيرن، الكلام ده تعرفوه في اخر المحاضره ان شاء الله. كان عنده بومتنج وعنده ديسنشن. كان ان الجزء اللي دخل في الهرنيا ده في حته انديستن حصل لها انسان اوبستراكشن، بقى عنده انسداد معوي ماشي، فبالتالي حصل له بومتنج. يعني بالتالي محتاج ايرجنت اوبريشن، ده محتاج ايرجنت اوبريشن، والا الانسان اوبستراكشن اللي حصل بعد كده انسدادات هتموت وتعمل جرجرين وممكن يموت وهو فيها كمان. طبعا ده يبين لك ان هو نيسيسري انك تعرف الاتومي بتاع الابدومين في منطقه الجروين، وتعمل عشان تعرف تعمل دايجنوزس وتعرف تشوف الكومبليكيشنز وتعرف ايه تعالج. ده كنت سيدك هتعمل دياجنوزس وهتعالج العيان، مش هتسيبه وتمشي. طيب وانا رحت جايب لك هنا سلايد، ده موجود رحت جايبه عشان ايه اوضح لك بسرعه شويه ماشي. ادي هنا يمكن انا رسمت هنا ذيس از ذا الهيب بون والهيب بون. خدتوه في العملي مش كده؟ خدتوه. الناس تقول لك لا انت خدته في اول السنه. طيب هنا بص خد بالك معايا، هنا في حاجه اسمها anterior superior arch spine وحاجه اسمها في الديو بون اسمها بيبل كيوبل كده. المنطقه دي مهمه جدا، في ليجامنت بينهم هنتكلم عنه النهارده اسمه inguinal ligament extend from the anterior. واعرف بقى دي قلت لك مره بقى كده اعرف الاختصار ده ASIS anterior superior arch spine، وتبقى عارف تحسها فين هي المنطقه دي. anterior اللي هو الموست anterior end of the upper end of the hip bone. hip bone upper end اسمها iliac crest، اللي هي iliac crest ده ال anterior end بتاعته اسمها anterior superior iliac spine ماشي. طيب فهنا وجبت لك صوره عشان ابين لك ان هو الجزء اللي حصل له هيرنيا، قال لي جزء من ديس نوا دخل في ساك هنا وعمل لي هيرنيا، وده ممكن لو حصل له في اوساش زي الحاله اللي قلنا عليها يبقى العيان يبقى عنده فومتنج وعنده في ابدومينال ديسنشن ويبقى تندر، وبعدين محتاج اوبريشن ايرجنت اوبريشن عشان تطلع الديس دي من مكانها وترجعها تبدون كده تاني. فمن هنا انت عرفت كيف الهيرنيا ان في جزء خرج في مكانه الطبيعي من الابدومين وطلع في الشارع، بس مش خرج في الشارع كده يعني الناس كلها تشوفه، لا بالغطي الايه؟ بالابدومين اللي فوق. طيب يبقى هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الفاشيا بتاع الانتروبنر وول واهميتها. ودي اول مره يمكن هنتكلمكم عنكم عن الفاشيا، وبعد كده هنتكلم على الماسل بتاع الانتروبنر وول وما يسمى بريكتر شيس. دول كان كفايه عليهم محاضره لوحديهم. بعد كده هناخد ايه؟ اثنين سيرجيز نتكلم عنهم بسرعه، وبعد كده نتكلم ازاي نفرق بين انواع الهرنيا الايه؟ الانجوينال هرنيا، وبعد كده نشوف الريجنت اوف الابدومين عشان بعد كده لما تقول لك الليفر فين؟ تقول لي الليفر موجود في الرايت هيبوكوندريا، لازم تبقى ستك تعرف يعني ايه رايت هيبوكوندريا. ابندكس فين؟ موجوده في الرايت ايديا فوستا او رايت ايديا كريشن، يبقى ستك لازم تبقى عارف الايه؟ الرايت ايديا كريشن، مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ ولا واحد يحط ايده هنا تقول له انت هنا عندك ده سبين هنا ومش بين في الناحيه الثانيه خالص، ده هنا الهارت موجود هنا في الحته دي، لا لازم تعرف الكلام ده، انت ضحكت ازاي؟ لازم تعرف الكلام ده. طيب. فاشيا او زانتيرو ابدومينال وول، وخليني اعمل رسمه سريعه كده وخليكم بسرعه معايا. الفاشيا يعني انت لو اي خدت اي حته من البودي مثلا من الارم مثلا وعملت فيها جيت قطعت كده فيها
بالمشط وعايز تشوف شوف من السوبرفيشال تيب قال لي ده الانتيريور والبوستيريور. اول حاجه هتلاقي عندك في ايه؟ اول حاجه موجوده ايه؟ مقابله اللي هي بتفصلك عن 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 الشارع اللي هي ايه؟ السكن. ماشي؟ تحت السكن في حاجه اسمها سوبرفيشال فاشيا. سوبرفيشال فاشيا انا هخليها ايه؟ بدون نرزلها عشان تبقى ايه؟ ادي السكن ادي السكن وبعد كده سوبرفيشال فاشيا. سوبرفيشال فاشيا اللي هو الدهن اللي موجود تحت السكن. الشحمه بالظبط كده. ايوه الحقني كده في التعبير السوري في ده. وبعد كده تحت منه حاجه اسمها الديب فاشيا. الديب فاشيا دي سترونج فايبرس تيشو ديب فاشيا. وبعد كده تلاقي ايه العضلات الموجوده المسلس. ده الترتيب ده موجود في الجسم كله. لكن في منطقه الابدومن الوضع يختلف شويه. في الابدومن هتجد ان السكن زي سيم ماشي. المسلس زي سيم. المشكله هنا ايه؟ في السوبرفيشال فاشيا. تجد ان هي تتقسم الى تو لايرز. لاير سوبرفيشال ولاير دين. لاير سوبرفيشال ولاير دين. ويمكن انا عايز احط لك على ده كذا حاجه عشان ايه؟ اوضح لك فيه. في اللاير سوبرفيشال بسميها واعرف اسمها الخواجه اللي بتاع الجراحه مش هتلاقي ايه؟ بتاع الجراحه مش هيقول لك ايه؟ سوبرفيشال فاتي دي هيقول لك ايه؟ كامبرز فاشيا. كامبرز فاشيا. سمعت عنها؟ طيب. سمعت عنها منين؟ جريد هاوس. طيب تمام. وبعد كده الديب ممبرانس لاير في بقى ايه؟ لاير ثانيه اسمها ديب ممبرانس لاير. ما كانتش موجوده في العادي هنا، ما كانتش موجوده في الايه؟ الحاله العاديه هنا. لكن ايه؟ سوبرفيشال فاتي لاير او سوبرفيشال فاشيا اتقسمت الى تو لايرز. واحده فاتي اسمها كامبرد فاشيا، واحده ممبرانس اسمها سكاربس فاشيا. معايا؟ طيب انت انا لما اخلص كلام اللي عندي هديك الموضوع كله على بعضه. ماشي؟ طيب. فهنا اللون الاصفر ده بيبين السوبرفيشال فاتي لاير. السوبرفيشال فاتي لاير اللي هي الكامبرز فاشيا تمتد من الايه؟ من الترانك. ده هنسميه بقى الترانك. الترانك يعني ايه؟ اللي هو الجزع يعني كده منطقه الايه؟ السوركس والابدون ده كله تمتد من الترانك او من الابدون على اللور ليم. ولذلك اللون الاصفر ممتد من فوق لتحت. وبعد كده الديب ممبرانس لاير اللي هي سكامبرز فاشيا اللي هي لونها ازرق ديت تنزل من الابدون وبعد كده تنزل لتحت هنا وستوب ده الانجوينال ليجمنت لازم تقول لك تبقى وتبقى عندك جوين ليجمنت بحوالي 1 انش او عرض اصبع 1 فينجر بريدز تبقى فيوز مع الديب فاشيا اوف ذا سان. الكلام ده مهم جدا هقول لك عليه حاجه دلوقتي. طيب هجيب لك موضوع عشان اقرب لك الموضوع ده اكتر هجيب لك الرسم اللي جاي ده طبعا ايه قبل ما اقول الحاله ديت افهمك الجزء ده الاول. ولا اقول لك الحاله الاول عشان ايه تصحصح معايا. واحد عنده اليوريسرا بتاعته قناه مجرى البول يعني شاب بيلعب ولا حاجه لكن بعجله او كده وبيلعب وبعدين ايه وقع فوقع كده على وقع كده اهوت استرايد ده كده فقوم ايه قصاد هارد اوبجكت ولا حاجه حاده قامت ايه قطعت له المنطقه ديت فحصل ربشه في الايه بنايه اليسرى. اليسرى اللي موجوده في الايه في الميل اورجان. ماشي. اليونين اللي هنا بقى يروح فين؟ اليونين اللي موجود هنا يروح فين؟ ها؟ اه برافو عليك. شوف يا اخوانا اللي يقرا هيقدر اللي يقرا هيبقى ايه؟ بيبقى ماشي معانا وفاهم كويس. اللي يقرا هيبقى ماشي معانا كويس وفاهم كويس وهيحقق الهدف اللي هو من السيستم بتاعنا ان هو ايه؟ ان انت معلومات قاريها وبعد كده يعني يا دوبك بس ايه الحاجات اللي مش واضحه بنوضحها مع بعض. طيب نبص مع بعض عشان كلنا نفهم بقى. ادي هنا السكن اللي موجود لنا سكشن ادي السكن اللي بره. ماشي؟ وانا حاططها كده. وبعد كده السوبرفيشال فاشيا. ادي الاصفر ده سوبرفيشال اللي هي ايه؟ كامبرز فاشيا. تمام؟ وبعد كده اللي بنقوله ده ذيس از ايه اللي هو ها سكاربس فاشيا او ممبرانس فاشيا. ماشي. كان تحت منها الديب فاشيا اهي الاثنين جنب بعض الديب فاشيا اهي. ماشي تمام معايا. انا قلت حاجه كده زياده كله ماشي معايا. طب ركز معايا. المنطقه اللي تحت ديت المنطقه اللي تحت ديت بنسميها البرينيوم اللي فيها المنطقه اللي فيها الاكسترنال جينيتاليا سواء في الميل او في الميل بنسميها برينيوم باختصار شديد كده الاول. طيب البرينيوم ده فيه جزء منه حاجه اسمها سوبرفيشال برينيال باوتش اللي هي المنطقه دي اللي فيها السكروتم وحوالين البينس اسمها سوبرفيشال برينيال باوتش. انا حطيتها هنا مختصره لان كاتبها لك هنا. طيب فالبيشن دوت البيشن ده ادي حصل مكان الايه رابشر اوف ذا ريستا لما وقع الريستا اتقطعت هنا اليورين طلع من الايه طلع من نازل من البلادر طالع على طول بينزل ايه من اليسرى يقوم هيملى فين؟ هيملى السكروتم ويملى حوالين الايه البينس الميل اورجان وبعد كده يا ينزل للساي يطلع لفوق ينزل للساي ما ينزلش الساي
ليه؟ لان لسه قالك البريس لاير اللي الكامبرز السكاربس ماشيه فيوزد مع الديب ماشيه اوف ذا سايد. السلايد اللي قبل اللي فاتت اللي هي اهي هنا اه شوف هنا كده هذه هنا الفيوجن دوت يمنع الايه ان اليورين ينزل الايه للور ليم واضح. يبقى واي يورين داز نوت انتر ذا لور ليم بيكوز ذا سكاربس فاشيا اللي هي الديب ميمبرانسير از فيوزد مع الديب فاشيا اوف ذا سايد بنسميها فاشيا لاتا جاست بلو جوه الليجمنت. يبقى هستوب هنا تمام هو جاي لازم وبعد كده ايه ماشي تحت القميص كده وبعد القميص ايه فيوز هنا مع ايه في المنطقه دي يبقى مش هيقدر يعدي من تحت منه خلاص وقف تمام. لكن يلاقي المكان اللي فوق اللي هو السبيس اللي هو السبيس الديب سبيس اللي هو ده بعد ما يملا ايه حوالين البينس والسكروتم يطلع هنا يقوم ايه ديس اركم دول كان تو لايرز اللي هم سوبرفيشال ميمبرانس لاير ودي فاشيا كانوا تو لايرز يقوم ايه يبقى ايه اليورين يطلع ويفصلهم عن بعض يفصلهم عن بعض ايه لان المكان ده ديس از ا بوتنشال سبيس ذير از ا بوتنشال سبيس. وكلمه بوتنشال سبيس زي ما قلنا المره اللي فاتت بتاعه الدايهيزنت او كيليان دايهيزنس بوتنشال يعني حاجه ايه موجوده البلورال كافيتي بوتنشال سبيس بين التو تو لايرز بتاع البلورا نورمال ان هو فيه كميه فلوس صغيره لما يملى يبقى بنورمال. البريكاردال كافيتي بين الفيسر لاير والبرايت والبرايت لاير بتاعه السيرس بريكاردال بوتنشال سبيس هنا ايضا بوتنشال سبيس ديب تو ذا ديب تو ذا ديب ميمبرانس لاير بين قوسين ديب تو ذا ايه سكاربس فاشيا. يقوم اليورين بعد ما يملى في البرينيال اللي هو السكروتم حوالين البيس يقوم يطلع في هذا الايه السبيس ديب تو ذا ميمبرانس لاير ويمنى. تجد عيان لو قعد مده طويله مثلا بعد الحادثه قعد 6 7 ساعات ما ايه ما حدش سال فيه ولا حاجه تلاقي هنا الابد من كده فيها فلويد موجود تحت الايه تحت السكن وتحت الفاشيا ويبقى محتاج تحت الديب ميمبرانس لاير تحت ما هي اسمها سكاربس فاشيا اتفقنا عنها اسمها سكاربس فاشيا ما هي دي سكاربس فاشيا اللي هي الديب ميمبرانس لاير اسمها ميمبرانس لاير ماشي والباك هي ايه ميمبرانس لاير هتقول عليها ديب لان هي ايه بلاش نقول ديب عشان ما تلخبطوش اللي هي الديب فاشيا وادي ميمبرانس لاير يبقى ماشي يا شباب. يبقى هنا ان كيس لما نرجع للسؤال بتاعنا يبقى رابتشر اوف بلاي يسرى مي كوز اكسترافازيشن اوف فرنت دون يطلع بره هيبقى موجود فين يا ترى تحت في الاتيب من الوول ديب اكستن اوف ديب لا مش عارف ببسط. طيب سوبرفيشال الكامبر فاشيا على سوبرفيشال فاتي لاير ينفع طيب سوبرفيشال لل قصدي فرنت اوف ذا سايد لو انت فاهمين اوف ذا سايد ينزل للسايد ما ينفعش ولا اعتقد لكم كلنا فاهمين حد مش فاهم. طيب الرابعه انتيريور ابدومينال الوول ان ذا سبيس ديب تو سكاربس فاشيا بالظبط هي دي الاجابه بتاعتنا هي دي الاجابه بتاعتنا واجابه على اساس علمي وفهمنا الكلام. حد مش فاهم حد فاهم حاجه فاهمين يا شباب كم واحد مش فاهم اللي مش فاهم يرفع ايده واضح. يبقى ان كيس اوف رابتشر اوف بنال يسرى نتيجه تروما او مثلا سيرجري او مثلا اوبريشن ولا حاجه واحد بيدخل منظار او قصره ومش فاهم وكلام من ده وبعد كده عور المريض عمل تروما طلع اليورين بعد كده يبقى اليورين هي الاول هيملى في السكروتم وحوالين البينس وبعد كده اسند انتو ذا انتيريور ابدومينال وول ديب تو ذا سكاربس فاشيا. نعم كيف يعالج؟ نعم كيف هيتعالج؟ هيتعالج ان هو هيخش اللي بتاعه تعمل جنرال انستيا وبعد كده يتفتح الايه الانتيوب يتفتح البنايه اليسرى او يتفتح حوالين اليسرى ويعمل لها الاول اسبيريت اليورين الموجود ده ينظف المكان كله وبعد كده يعمل سيرجري لليسرى. طبعا دي عمليه مش سهله سيرجري لليسرى ولازم تبقى فاين عشان بعد كده ما يجيش بعد كده ممكن يحصل بعد كده ايه بوست اوبريشن ستريكشر والدي اليسرى يبقى فيها مشاكل. العمليه بقى محتاجه ايه دقه معينه واضح يا شباب. اعدي النقطه دي عشان ما ننزلش في الايه مش عايزين نطول في الاول هنا عشان ما ننزلش في الاخر. بس الترتيب يا دكتور عند الفاشيا اول شيء سكن بعدين سكن كامبر فاشيا بكوسين فاتيليا سكاربس فاشيا من بنيه اصليه اسمها سكاربس فاشيا ايوه وتحفظها كده عشان هتلاقي الجراحه فاهمها كده واضح يا شباب. يبقى ديب تو ذا بنيه اصليه اللي هي ديب للسكاربس فاشيا دي بوتنشال سبيس يفصلها عن تيرم دون الوول وفي هنا دي فاشيا دي الصوره مبينها اهي ماشي دي فاشيا هي السبيس بقول لك دي اللي هو السبيس هقول لك اريحك في كتب على فكره يقول لك ان الايه دي فاشيا في الايه في الاديب من الروم مش موجوده
يعني كان المباراه بتحل محلها. بس كمان الرسمه هنا موجوده، انا يعني في ناس ايه ممكن يقول لك دي مش موجوده، يبقى اذا المباراه تحتها ايه؟ تحتها البسط على طول. يبقى السبيس دي للمباراه ديت دي ذا بوتنشال سبيس ان فرونت اوف ذا بسط. واضح؟ دي فاشل. دي فاشل في بين سبيس بعدين يجي المسل صح؟ لا لا المسل بتغطيها دي فاشل، فوق دي فاشل وفوق المسل في سبيس. واضح؟ يعني انت هتعد كام لير عشان احد يخش يقول لك السكن طبعا في شيء اسمه ديلاير اللي هي اسكار كام فاشل كام فاشل. لو دخلت مكتر ولا حاجه في المكتر مش هينفع هنا، لان ايه لسه المكان مفتوح ما هيشيله هيطلع مكان ثاني. اذا انت ايه بيس 3 لير عشان توصل لمكان اليورين اللي هو بتنجل سبيس. واضح يا شباب؟ كلنا فهمنا؟ طيب وقلنا ليه ما بيشيش صيد دي ما تبقى. طيب المصفى عندنا بنور الوقت ايه كان فيها كلام كتير. طبعا هجيب لك صورة هنا هتشوفهم في العمل الجاي. خد بالك المصنص لا تكلمه بيضيع وقت جدا، وبعدين الحضرة بعدين بص ليه جاي قلت له معلش السنة دي تين معلش يا جماعة. المصنص هنا اول حاجة اكسترنال اوبليك زي اكسترنال انتركوستال في السوركس هم امتداد ليهم، وبعد كده هحكي منها انترنال اوبليك، بعد كده ترانسفيرس ابدومينس. ماشي؟ 3 مسلز يبداوا من اللاترال وهم مش ميديال، هو ميديال كده عامل ابيض ده بيتحولوا لابونيروسس. يعني ايه؟ يبقى تحول الى دي سترونج فاشل، لان المسلز ديت بتبقى فيوزد او الانسنج بتاعهم بيجي في الميد لاين اوف ذا بودي، حاجه اسمها لينيا البا. لينيا البا خط ابيض اللي هو الابونيروس بتاعت المسلز بتاعت الناحيه دي والناحيه، بس الناحيه دي هو رسم حاجه ثانيه، يقوم يتقابلوا في الميد لاين هنا عشان يعملوا ايه؟ يعملوا الليني البا، يبقى فيها معظم الانسيرشن اوف ذيس ماسلز. فانت هتشوفها في العملي، انا مش مطلوب مني اقول لك الانسيرشن هنا في المحاضره، انت عارف بس ترتيبهم اكسترنال اوبليك انترنال ترانسفيرسر. ماشي؟ وبعدين في دول ماشيين كده اوبليك كده انت لو ماسلز جايين ناحيه الميد لاين وهم رايحين ناحيه الميد لاين يلاقوا عضله ماشيه بالطول كده واقفه في سكتهم اللي هي ريكتس ابدومينس. ريكتس ابدومينس اللي جاي طالع من تحت لفوق. طب هيعملوا ايه فيها؟ هم دول جايين اللاتر كده رايحين ميد الانسيرشن ميد لاين يلاقوا عضله في الطريق، انا ماشي كده ورايح ادور في ميد لاين الاقي حاجه اعمل ايه؟ افانيها. يبقى في حاجات تفانيها الاكسنا وبيك تطلع قدام منها الترانسفيرس قالوا لها سيبشحت منها. ماشي؟ وبعد كده تلاقي بقى الانتنر اوبليك تيجي عند اللاترال بوردر. خدوا بالكم معايا الانتنر اوبليك تيجي عند اللاترال بوردر بتاعت الاكسنا وتقوم تتقسم الى تو لايرز. هوريك في سيكشن دلوقتي تو لايرز، واحده تمشي قدام الريكس ابدومينس نسميها انتيريور لير اوف التشيس، وواحده تمشي ورا منها نسميها بوستيريور لير. واضح؟ يعني اللي بيعمل التشيس سبليتنج اوف ذا ابونيوروسس اوف ذا انتيريور اوبليك ات ذا لاترال مارجن اوف ريكتس ابدومينس. ادي الجمله دي ثاني. يبقى هنا اللي هنا ادي ادي هنا اللي هو ريكتس ابدومينس مصر ريكتس ابدومينس، اجي هنا ادي الانترنال اوبليك انترنال اوبليك انترنال اوبليك راح على الانسيرشن تقوم تلاقي دي بتريحه تقوم تتقسم لتو لاميلا، واحده انتيريور واحده بوستيريور. هوريها لك ايه في السكشن عشان تقدر تشوفها. ماشي يا شباب؟ عرفت ده تتكون ازاي؟ طيب اه بص هنا كده اهو ادي هنا ده كروس سكشن هورزونتال سكشن، ادي لاتر هنا ادي اكستندر اوف ده السكن اهو. يبقى دي هنا في ايه؟ اكستندر اوبليك وادي الابنورس بتاعها وادي انتنر اوبليك عامل لك عليها سهم اهو وادي الترانسفيرس ابدومينس تحت منها. معايا؟ ده اللاترال ده الميد لاين ادي اللينيا البا. انتوا معايا مش معايا؟ افرض الرسم ده معايا كويس. وبعد كده انتنر اوبليك اللي هي في النص تيجي هنا ادي الابنورس بتاعها ده يجي عند اللاترال بورد بتاعت الترانسفيرس ابدومينس ويتقسم الى ايه؟ انتيريور لير وبوستيريور لير. يبقى كده اتعمل الريكتر شيس وبعد كده يلتقوا في ثاني عند اللينيا البا بتاع الناحيه دي والناحيه دي. يبقى الانتيريور وول هيبقى معمول ايه؟ بالابونيوروسس اوف اكسترنال اوبليك. ماشي؟ والانتيريور لاميلا او الانتيريور لاير اوف ابونيوروسس اوف انترنال اوبليك. ماشي؟ معايا ولا تهيد؟ تهتوا كلكم تهتوا كلكم. نعم؟ ابونيوروسس ده اللي هو الجزء الاحمر اللي هو اللحمه اللي سيبك ده كله. ماشي؟ ابونيوروسس ده بيبقى فايبرس تيشو بيتحول لايه؟ لسترونج فايبرس تيشو عشان بيعمل انسيرشن. ماشي؟ يعني معنى كلمه ابونيوروسس عشان ما خلناش كده الانتروكشن ده ايه؟ طيب ده هنا ده اللون الاحمر ده ده الفليشي فايبرز في مصر وهي راحه ناحيه الانسيرشن راحه لمين يا البا؟ فالاكسنا اوبليك الاكسنا اوبليك قدامنا ده كان الصوره دي ما قدرتش اشيلها. الاكسنا اوبليك اللي هو اللون الاحمر ده الاوريجن بتاع الريبس وبعد كده ماشي ناحيه الميد لاين اللون الاخضر ده تحولت الى ابنيروسس الى الابنيروسس يعني سترونج فايبرز تيشو
عشان يعمل الانسيرشن اوف ذا ماسل. ماشي؟ ادي هنا اكسترنال اوبليك وادي الانترنال هي ادي ابنوس بتاعها الابيض وادي الترانسفيرس ابدومينس ادي ابنوس بتاعها ابيض ولقوا ريكتس ابدومينس ريكتس ماسل فعملوا ريكتس شيس. فالريكتس شيس بيتكون من الابنوس بتاع الاكسترنال اوبليك انتيريولي والانتيريور لاير اوف انترنال اوبليك وبعد كده البوستيريور وول بيتكون من البوستيريور لاير اوف ذا انترنال اوبليك وتحت منها اللي هو ابنوس اوف ذا ترانسفيرس ابدومينس. فاهمين؟ فاهمين يا شباب؟ مش فاهمين؟ مش فاهمين عشان ما ناخدش كلام كتير هنا فينا. الروا ريكتال شيس is formed mainly by the splitting of the abneurosis of the internal oblique and the lateral border of rectus abdominis. نعم الصوره فين الابنوروسس؟ ايه الصوره اللي تحت الابنوروسس؟ كل الابيض ده اسمه ابنوروسس يا جماعه. الابيض ده ابنوروسس ازرق يعني ازرق خفيف يعني الازرق الاخضر هنا الابيض هنا الابيض هنا لسه ابنوروسس. ماشي يا شباب انتوا معايا؟ خليني قلبه المتصل ليني قلبه اللي في النص اللي هو فارس على كل مصر مصر يمين وشمال يقوم ايه ده يجي من الناحيه دي وده يجي من الناحيه دي يتقابلوا في النص في الابنوروس بتاعهم يعني يبقى في انسيرشن بين الديفويد بروسيس والسيمفيس بيوب بتاعهم. مفيش بون في المنطقه دي المنطقه دي ما فيهاش بون عشان المصر يعملوا انسيرشن فربنا عمل لها ابنوروسيس تمسك في لاين في النص الفايبرز بتاعت الناحيه اليمين والشمال يتقابلوا ويعملوا كده انت لسن كده ويعمل لي ليني البا. واتس ليني البا؟ اتس ا وايت لاين فورمد باي ذا انترليسنج اللي داخله في بعضها ابنوروسيس of the three muscles on both sides external و internal و transverse abdominis abneurosis. ماشي يا شباب؟ ريكتس ابدومينس بقى جنب الميد لاين جنب الميد لاين ادي هي واحده الناحيه دي اهيت وانا هوريك في الايه يعني لو رسمنا هنا ادي هوريك هنا ادي الميد لاين اللي بس عارف حاجه يسالني ادي هنا ادي الميد لاين. ماشي؟ This is a linea alba linea alba. فهنا في واحده ريكس ابدومينس واحده على الليفت سايد وفي واحده على الرايت سايد لانها بلد رمص. ماشي يا شباب؟ واضحه الصوره؟ فالانتينر هو جاي هنا عايز تروح هنا تلاقي حاجه في سكتها تقوم تتقسم الى انتيريور لاير وبوستيريور لاير. واضح يا شباب؟ ده اللي هو ريكتا الشيس. وعلى فكره ده مش كل الكلام عنه بس انا اختصرت منه حتى في سلايد تلاقيها عندكم انا شلتها اللي هو بنقسمه لثري بارتس ابر وميديو ولور اللي عايز بيقراها يقراها ما يقراهاش خلاص ايه تعرف ان هو بيتكون وصلي من الحاجات دي كلها. بس الانترنال فقط. نعم الانترنال فقط هي اللي بتنزل هي اسمها الاكسترنال ماشي قدام الشيسه ماشي وده ده في الميدل بارت لكن هتلاقي في اللور بارت كل الابنوس بتاع الثلاثه بقى مشي قدام الايه مشي قدام الاكسس ابدومينس وبقى منها ورا حاجه منها كده في حاجه اسمها يعني هنا الترتيب عندك الايه لو جينا من انتيريور للبوستيريور ادي السكين وادي الفاشيه بقى بتوليال ساعتها بقى مش محتاجه انا بقى بعد كده external oblique external oblique ماشي تحت منها ايه internal oblique تحت منها ايه transversus abdominis. خد بالك بقى معايا هنا في حاجه تحت transversus abdominis للداخل قبل برايت البطنيه في فاشيا lining transversus abdominis مهم قوي الفاشيا اللي هنتكلم عنها this is called دي بتاعت transversus abdominis هتسميها ايه فاشيا فاشيا ايه transversus. What is fascia transversalis? It is a fascia lining the inner aspect of transversus abdominis من الداخل من ناحية جوة يبقى عطول هتبقى علاقتها قبل البروسنيوم يبقى عطول قبل براية البروسنيوم عطول صح ولا ايه؟ زي ما قلنا في الثوراكس الاندوثوراكسيك فاشيا قبل براية الفلورا اللي فاكر فهنا هيبقى عندك هنا ادي براية البروسنيوم براية البروسنيوم وكان هنا كده في الثوراكس اندوثوراكس فاشيا هنا بنسميها اكسترا بيريتونيال فاتي تيشو الفات اللي هنا اللي بين الفاشيا ترانسفيرسالس وبين البريتونيوم بسميها اكسترا لانه خارج البريتونيوم خارج سوبرفيشال البريتونيوم اكسترا بيريتونيال فاتي لاير او فاتي تيشو يبقى يطلع الجراح هو داخل يبقى عندك السكن سوبرفيشال فاشيا بقى اسمه لاير external oblique, internal, transverse abdominis, fascia transversalis, extra-peritoneal fat tissue, براية البطنيوم دخل هنا بروتونيال كافيتي. واضح الصورة يا شباب؟ فاهمين معايا؟ طيب.
فاحنا كده هنتكلم على التشخيص. في سلايد انا شلتها وحطيت حاجات مكانها عشان ايه اللي عايز يقراها. ان التشخيص يقول لك متقسم ثلاث اجزاء: ابر بارت وميدل بارت والور بارت وما اعرفش ايه. لو قعدنا نتكلم عنهم هياخد مننا الوقت كله. فانا الجزء ده الميدل بارت او موست اوف ذا بارت اللي هو فيه ايه الترتيب ده. لكن هتلاقي في مكان فوق هيبقى كل الايه الاكسترا اوبليك بس هي لوحدها وورا. مش عايز اقول انا قلت ما شلته هرجع اعيده واعيده خلاص كده. نعم نعم ايوه ما هم اثنين هوريك بقى وات ار ذا كونتنتس اوف ذا تشيز. اه طبعا هنا ادي ده اهو عشان ايه كمان ده رسم فيه ناحيه البيسلز وما كده. فانت فاكر ان هي عضله واحده لكن هي بايلاترال مثلا بالظبط كده. ها مكسومه هقول لك حاضر حاضر. فهي عضله واحده يمين واحده شمال ريكسس ابدومينس تطلع من تحت من السيمفيس بيوبس وتبقى اتاتشد فوق في ديفوي بروسيس وخمسه وسته وسبعه كوستال كارتليجز. تمام يعني هي الاورجن بتاعها من تحت والانتشن بتاعها فوق. المفروض ما وريش الكلام ده. ها المفروض ان سيادتك بتقراه وبتشوف العضله. طيب العضله دي طيب وات ار ذا كونتنتس اوف ذا ريكتشيس. الاول في عضلتين واربعه فيسل وسته نيرف عشان تسهل التحفظ. اثنين اربعه سته تمام. اثنين عضلتين في عضله اسمها ريكتس ابدومينس وفي عضله صغيره هي انا ما كتبتش عليها بس كتبتها هنا اسمها ايه بايراميدالس مي بي ابسنت. في خمس عضلات في البودي ممكن ما يكونوش موجودين عادي ما فيش اي مشكله. استغربت عشان اول مره اسمع الكلام ده. فممكن تلاقيها في العملي ممكن ما تلاقيهاش. تقولش الدكتوره مرض المصاب دي موجوده الحقيقه فين. لا ممكن تلاقيها ممكن ما تلاقيهاش. سمول ماسل سمول ماسل ان فرونت اوف ذا لوور اند. ادي هنا ريكتس ابدومينس هي بدايتها وادي قدام منها ذيس از بيراميدالس ماسل بس ما كتبتش عليها علامه. ماشي يبقى كونتنتس عند اثنين ماسلز هما ايه مين ريكتس ابدومينس وبعد كده بيراميدالس لو موجوده. في فور فيسلز هما اثنين بس انا قسمتهم في عشان اسهل لك الحفظ يعني. هما سوبيريور جاستريك ارتري اللي هو جاي من الاثنين اساسك ارتري لو حد فاكر حد فاكر. وانفيريور جاستريك ارتري ده طالع من حاجه اسمها اكسترنال ايلياك ارتري طبعا ما خدتوش ده فانت مش عارف. وطبعا مع كل ارتري في فين؟ استنى ايه؟ يبقى هنا ارتي ماشي الحته ديت بس ذا انفيريور يبقى جاستريك ارتري. يبقى خليكم معايا يبقى دي سوبر جاستريك ارتري ولا انفيريور جاستريك ارتري اللي كده موجودين فين؟ في ريكت الشيز ومع كل واحد ارتري معاه البين بس انا مش هسمي البين. وبعد كده في 6 نيرفز اللي هم التيرمينال بارتس اوف ذا لوور 5 انتركوستال يعني من ايه؟ تي 7 و8 و9 و10 و11 واخر واحد اللي هو السبكوستال نيرف. اللي سبكوستا ليل تحت راس ليل ما اقدرش ما اقدرش عليه سبكوستا. فعشان كده قلت ايه اللي هو يقول اللور 6 تراسك نيرف يقول اللور 5 انتر كوستال والسبكوستا. ماشي يقول اللور 6 تراسك نيرف يبقى انت خدت من 7 ل 12 يعني قلت انتر كوستال كل اللور 5 انتر كوستال ام سبكوستا. واضح يا شباب مفهوم؟ ده النيرف ديت طبعا كانت في الثوركس سبلاينج الثوركس وبعد كده تخش الابدومن سبلاينج الابدومن عشان كده بنسميهم سراق واقمنا النيرفز اللي هم من تحليله الانترفيسر من 7 ل 11. انما سبكوستر كله ايه خارج الثوركس اللي تحت اللاست ريبك هو ايه كله ابدومن. معايا يا شباب اكمل؟ يبقى دلوقتي عرفنا ريش الشيس تتكون ازاي في المين بارت بتاعه وبعدين ايه وات ار ذا كونتنتس. اثنين مصل اربعه فيسل اثنين ارتر واثنين فين زيهم نفس الاسم وسته نيرفز اللور 6 ثوراسيك نيرفز. اظن دينا واضحه دلوقتي مش كده ولا ايه؟ طيب حضرتك شفت تخيلات ولا ايه؟ بعد كده اللي عايز يقراها ويفهم وتوقفه يبقى يجي لي. طيب لان وقفت عندها كان خطا 10 دقايق ومش وات ذا نيرفس اللاي اوف ذا ماسلز. خد بالك بقى التو اوبليك اللي هم السنا وانترنال والترانسفيرس ابدومينس ار سبلايد باي ذا لوور 6 تراسيك نيرفس. يبقى من تي 7 بكام؟ تي 12 او 5 انت كوستر. نعم ايه 5 انت كوستر او اللور 6 تراسيك. ماشي تمام. ومعاهم اضاف لهم حاجه اسمها ال 1 واحد لامبر نيرف بقى كده. ولما ناخد النيرفس ان شاء الله في الاسبوع القادم لما نتكلم عن البوتير بين الحاجات من دي هكلمكم عن النيرفس. كنت عايز اجيب السايد بس قلت هيضيع الوقت وانا افتكرت ان هنتكلم عنه في الايه البوتير بين ان شاء الله. ماشي يا شباب. يبقى طيب يبقى ذيس اكسترنال وانترنال ترانسفيرس ابدومينس ار سبلايد باي ذا لوور 6 ثوراسيك نيرفس والفيرست لامبر نيرف. خلاص الريكتس ابدومينس مالهاش علاقه باللامبر نيرف يبقى باللور 6 ثوراسيك فقط. ماشي البيدرايس اللي موجوده تاخد من اخر واحد ثوراسيك اللي هو الايه سب كوستر او تي 12. سهله كده يا جماعه. طيب نقلب على اللي بعده. كان حد سالني هي ريكس ابدومينس مقسومه ليه بالعرض؟
الحاجات الارض دي اسمها تندينيوس انترسكشنز. تندينيوس انترسكشن ده بيدل على حاجه في الميدولوجي ان المصل ديت كانت من سيفرال مايوتومز. سيفرال مايوتومز بتاع المايوتومز كمان مايوتومز. طيب فهو انها بدأ من تحت لفوق مسافه طويله فكان فيها اكتر من مايوتومز بينهم انترسكشن ديت. ده بيدل على كده اسالي ده على حاجه الميدولوجي. طب ايه اهميتها في الجراحه؟ ان هو مع التشخيص والجراح بيفتح بيبقى الانترسكشن ديت فيوزد قوي مع الانتيريور وول. فالجراح لازم ياخد باله وبيفتح الحاجات دي عشان ايه ما يقطعش نيرفس او ما يبوظش الدنيا. يبقى عارف ان هي ايه ان هو ذا تندينيوس انترسكشنز ار سترونجلي فيوزد مع الانتيريور وول اوف ذا تشخيص. تمام ادي الانترسكشن. طب لو حد عايز يعرفهم مكان واحده هم ثلاثه او اربعه احيانا ثلاثه. دي الامبرايكس. احنا ما كناش عن مركز وايد كده جبتها صايد. دي واحده عند الامبرايكس وادي الديفيو بروسيس. واحده هنا واحده هنا واحده في النص. بس انا ما عادش اقول تقولهم نظري وخلاص كده اللي عايزك. طيب في حاجه مهمه ثانيه بقى لسه ضايفها الصبح. اللاترال لقيتها موجوده في رسم هنا حد هيسال عني اللاترال بوردر. دي اللاترال بوردر بتاع ركس ابدومينس مش كده ولا ايه؟ وادي اللاترال بوردر من عند من عند التيب اوف نايس كورسال كارتليج. الكلام ده هتاخدوه بعدين. للبيوبيك تيبركل ده الجزء ده اللاترال بوردر بسميها ايه؟ لينيا سيميليونيرس. لينيا سيميليونيرس. واتس لينيا سيميليونيرس؟ It is the lateral border of rectus abdominis. It is important clinically. لأن بعد كده لما أكلمك عن surface anatomy of the fundus of the brother أقولك بتيجي تطلع فوق عند the upper end of the linea sinuis. تقول لي إيه يا دكتور؟ أقولك this is the lateral border of the rectus abdominis. العيان وهو نايم وأنت كنت نايم على السرير في مية وتقول له قيم كده شوية ارفع راسك شوية كده أنا كنت راكب وهو قايم. خصوصا في الجماعة اللي هم التن بس الشوبيس تقدر تشوفها بعينيك كمان اللاترال بوردر اللي هي اللينيا سيميليوناريس اوف ذا ريكتس ابدومينس. يبقى وتعرف فيها حاجتين الانترسكشنز واللينيا سيميليوناريس حتى اهم من الانترسكشنز. اللينيا سيميليوناريس اللاترال بوردر اوف ذا ابدومينس هاف ان امبورتنت كلينيكال ابلكيشن. تبقى بسيط قوي الانترسكشنز بس عشان الجراح يبقى حاطط في جنبه وهو شغال وبيفتح في التشخيص ان هو المنطقه شاذه شويه يبقى ايه ما يبقاش فاكر ان هنا في اديشنز ولا حاجه زي كده. طيب كان اول مفروض اول سايد نقولها في النهارده بس الوقت ما كانش حتى بس انا حطيت هنا اللي هو الامبلايكس. الامبلايكس الامبلايكس ده لاند مارك في الابدومن على طول. لاند مارك في الابدومن على طول في الابدومن. امبلايكس اللي هي مكان الامبلايكال السوري اللي ربط منها الحبل السوري اثناء الجنين اثناء الزيونج بليبر مش كده؟ طيب ايه الامبلايكال دي؟ دي مهمه قوي مهمه قوي انك تعرفها. هي اسكار موجوده في الميدل اوف ذا لينيا البا. ادي اللينيا البا هي في الميدل بتاعته. لازم تبقى عارف موجوده فين. موجوده احفظ الليفل ده كويس قوي. ذا ليفل اوف ذا انترفيرتيبرال ديسك بتوين ال 3 اند ال 4 ده الليفل ده عارفه كويس قوي. وتبقى عارف ان النيرف بتاعها ايه مهم جدا. تنز ثوراسيك نير تي 10 عشان التهاب الابندكس بعد كده ابندكسايتس اول ما يبتدي هيبتدي عندها وبعد كده ينزل على رايت ايديك فوسه وهنقولها في وقتها ان شاء الله الكلام ده. نقول تبقى عارف ان الابرايكس الاناتومي بتاعها الاول او السيرفس اناتومي اتلايز ات ذا ليفل اوف ذا ال 3 ال 4 انتر فيرتيبرال ديسك ماشي كده كلنا. ان تستبايد باي ذا تنز ثوراسيك نير او التند انتركوستال نير تي 10. واضح يا شباب مفهوم؟ طيب بنسمي منطقه الامبلايكاس ديت بنسميها الووتر شيد لاين اوف ذا بودي. يعني ايه ووتر شيد لاين؟ انا الكلام ده قلناه لما قلت لكم اللي يفترض الليمف بيسز في العملي هناك لما فاكرين بس اذكركم بيه تاني. ادي الووتر شيد لاين يعني ادي هنا ادي عند الامبلايكاس. يعني الكلام ده بينطبق على السوبرفيشال ليمف بيسز والفينس بلاد عند اللي هو ده الووتر شيد لاين. اللي فوق يطلع فوق ايه اللي الليمفاتيك هيروحوا فين للاكزيلري مش كده ولا ايه واللي تحت يروحوا لايه للانجوينا ده الليمفاتكس. مش قلنا الكلام ده قبل كده؟ في ناس بتستغربك انها ما خليتش الكلام ده خالص. يبقى ده الووتر شيد لاين عند الامبلايكس. يبقى الليمفاتيك درينج اباف امبلايكس يروح للاكزيلري ليمف نودز بلو امبلايكس يروح للانجوينا ليمف نودز سوبرفيشال انجوينا ليمف نودز لان مطبق على السوبرفيشال فقط. وبعد كده الفينز الفينز اللي فوق تروح للاكزيلري فين الفين اللي تحت تروح للفيمورال فين. واضح؟ فده اسمه ووتر شيد لاين اوف ذا بودي. طيب اتنقل منه بقى على الايه النقطه اللي جايه ده دي خلصنا من ديت. لان انا برجع كده فينس درينج اوف ذا انتيريور اوف نورمال في سوبر فيشال فينس ودي فينس ودي فينس. انا الحقيقه لو قلت كده لقيتها مش ايه يعني ما لهاش تطبيق ده كده فشلتها حاليا يعني انما تبقى رافعه يعني.
واحد بيحكي على حاجه تشالنج معينه. ده اللي هو سوبرفيشال فيز زي راديت فروم ذا امبلايكس. ذس ذا امبلايكس زي ما لسه قايل لكم دلوقتي اباف ذا امبلايكس فين؟ فين؟ برافو عليك. اكسيلي وبلو ذا امبلايكس راح فين؟ الفيمورال فين؟ انا عملت لك قلت لك ايه صوره بعد كده حجم اوضح من دي اهي. يبقى هنا هي دي. طيب يبقى هنا دريند اباف للاجزيلاري الصوره اللي جايه ده هي اهي. دريند فوق للاجزيلاري فين؟ دي الاجزيلاري فين؟ وتحت فين؟ للفيبرال فين؟ ماشي يا جماعه؟ طيب لو في اوبستراكشن في انتوا خدتوا صوره منها كده مش كده؟ والابريكس فايق فين؟ الساعة كام؟ تلت؟ الساعة ونص فين كده قول تلت يا اخي؟ طيب حسن بسرعة لأن انتوا عارفين الكلام ده. قال لي سوبيريور بلا كابا سوبيريور بلا كابا بيتكون بدل تو ايه؟ فايدة كليف بريكيو سيفاليك فين؟ بدل رايت. كل واحد من ده بيه بيتكون من ايه؟ سبكليفيا وانتيرنر جاكولا مش كده ولا ايه؟ انترنال جاكولا فين وصب كليفيا. صب كليفيا بيصب فيه بيصب فيه ايه؟ هو امتداد الاجزيلا هو امتداد الاجزيلا ذيس از اجزيلا هو امتداده هو ايه؟ صب كليفيا. طيب تمام؟ ادي تحت هنا ادي هنا ده موجود فين؟ في الرايت ايتريا ادي الهارت وادي الرايت ايتريا وادي هنا الانفيريور فينا كابا انفيريور فينا كابا اتكون هنا باي تو ايه؟ كومن اريا مش كده؟ كومن اريا الرايت والليفت كله كومن من انترنال اريا واكسترنال اريا. اكسترنال اريا ادي الانفاينا ليجامنت يبقى ذيس از ايه؟ فيمورال فيمورال في تمام؟ طيب انت عندك بلوز امريكا ادي الامريكاس هنا ادي الامريكاس يبقى اللي فوق هيروح فين؟ اللي فوق اللي هو يروح ايه؟ للاكسترنال فين؟ صح؟ ماشي؟ بلوز امريكاس هيروح للايه؟ للفيمورال فين؟ تمام يا جماعه؟ واضح كده؟ طيب لو في عيان عنده اوبستراكشن في السيبيريور فينا كابا وانا هنا مش هتكلم على بالنسبه لعلاقته بالازايكوس فين وكده لان ايه دي قصه ثانيه عشان ما نطولش عليها. لو في اوبستراكشن هنا تمام يبقى في كونديشن في منطقه الايد والنك والابر لين مش كده ولا ايه؟ والبلاد البلاد لازم ايه يدوروا على سكه ثانيه لما يكون في اوبستراكشن في المرور لازم يدوروا على الطرق الجانبيه عشان توصل منها للجامعه او توصل منها المكان اللي انت رايح فيه. فيبقى هنا تلاقي البلاد ده هنا الدنيا واقفه هنا يقوم البلاد يرجع حلو يرجع للهيد هنا وكده فيبقى في كونجيشن في النك وفي الثوراسيك وول اللي هي الصوره اللي كانت جايه من شويه ديت. وبعد كده البلاد يرجع هنا من الاكسلري في هنا دي حاجه اسمها لاترال ثوراسيك لاترال ثوراسيك فين. وبعد كده ده انا سبوتنج بقى هنا ده سوبرفيشيال سوبرفيشيال ايفيجاستريك فين للفيمورال فين. يبقى البلاد يقوم يجي كده ومن السبكريبر الاكسلري لاترال ثوراسيك سوبرفيشيال ايفيجاستريك بعد كده الفيمورال يخش كده انفيرو من الجبهه عشان يخش الحاره. تمام يا شباب؟ فيبقى هنا في انستيموز مش شيل السواك من بقك ده كده يعني كده مش ومش السنه كده انك تبقى عامل كده. يبقى هنا اولا هتلاقي هنا كده حاجه حاجه اولانيه ان العيان يبقى عنده كونجيشن في الابر بارت اوف ذا تشيست وول زي الصوره اللي جايه. لا مش الصوره دي. شوف العيان ده لما تشوف عيان بالصوره دي كده تشخص عنده فيه سبيل من الكبه وبستركشن على طول على طول سبيل من الكبه وبستركشن على طول لان هنا في كونجيشن في الفينت اهي مش قادر مش قادر اخش على ما تدور على السكه بقى وتنزل تحت فايه؟ طبعا يعني انت ما بتلاقي طريق مرور مقفول بعد كده بتلاقي طريق جانبي ماشي بس الدنيا زحمه والدنيا ملخبطه العمليه مش انسيابيه مش كده ولا ايه؟ فهنا تلاقي هنا ذيس ذيس از كونجيشن في الفيس بتاع الهيد والنيك والفرانت اوف ذا ثوركس. طيب هنا في يبقى في البلاد هو ماشي هنا كده ماشي وخط بتاعه واضح ده اسمه لاترال ثوراسيك ايه فين؟ ولا اسمه مارتيشال ايبيجاستريك فين؟ فسموه اسم واحد ثوراكو ايبيجاستريك فين سموه ايه؟ ثوراكو ايبيجاستريك فين يمتد من الاكزيلا للكرويد. تلاقي العيان تبص على العيان تجد عنده ان في فينس كونجيشن ماسك من الاكزيلا للور ليمب الصوره الثانيه اوضح من دي كمان اهي اهي من الاكزيلا للي هو الكرويد او الليفاينر ايجن ما نسميه ثوراكو ايميجاستريك فيه.
لان في كونجيشن في الفينز اللي هي نتيجه الاوبستراكشن بتاع سوليفر كافا، فبلاد يرجع من الاكزيلري على لاترال ثوراسيك على السوبرفيشال الجسدك على الفيمورال، فيبقى العيان عنده كونجيشن موجود وخط فينت بير موجود من الاكزيلا للجروين. ده ايه تقدر تشخص بيه حاجه ثانيه، تشخص بيها ايه ان العيان ده عنده ايه سوليفر كافا اوبستراكشن. واضح يا شباب مفهوم ذيس امبورتنت كلينيكالي. طيب مورتال فين ده هنأجل الحته دي ان هتاخد مع كام موديول، هتاخد مع الايه مع بوتا فين ايه بعد الاجازه ان شاء الله، فمش ايه محتاجين نتكلم عنها دلوقتي. طيب عشان نتكلم عن جوه الكنال في مقدمه ان الايه التستس عندنا كلها تسند هي تتكون فوق في الابدون وبعدين تنزل ايه تنزل ليه انجوينال ريجون وبعد كده تطلع بره الابدون للسكروتم. ليه؟ لان السبيرمس عشان تتكون محتاجه تمبريتشر اقل من بوزيتيف تمبريتشر، بوزيتيف تمبريتشر 36 ونص 37 دي محتاجه حراره ايه 34 ف 2 3 ديجري اقل من الابدومينال كافيتي، فعشان كده ربنا عمل لها سكه لوحدها. فهي هي دي اتسببت في ايه تكون عندنا حاجه اسمها انجوينال كانال اللي هنرجع منها او نخش منها على كده الانجوينال هيرم. ماشي يا شباب ادي هنا تيس اهيت، انا جايب لك صوره اهيت وهي ديسندنج لتحت هنا. الكلام ده طبعا هتاخده بعدين مع الدكتور جمال. ادي البسط اهيت، فده الطريق بتاعت ايه اللي يكون الايه الانجوينال كانال. تمام طيب فنرجع بقى، يبقى عايزين نتكلم عن الانجوينال كانال. واتس الانجوينال كانال؟ تيس اي كانال لاينج ابوف اند بارلل تو ذا ميديال هاف اوف ذا انجوينال ليجمنت. تيس اي كانال في الأضل طولها 4 سنتي، يعني احنا في الاطفال اقل من كده. تيز ان اوبليك باسج ان ذا ابدومينال ابدومينال وول، اوبليك باسج ان ذا انتيريور ابدومينال وول لاينج ابوف اند بارلل تو ذا ميديال هاف اوف ذا انجوينال ليجمنت. فهمت؟ وكل كلمه قلتها واضحه، اقولها تاني. يبقى تيز ان اوبليك باسج، اوبليك هو اوبليك مش هوريزونتال، موجود فين؟ ان ذا انتيريور ابدومينال وول. مكانه فين؟ just above and parallel to the medial half of the inguinal ligament. واضح يا شباب؟ اقول تاني مره الاخيره، inguinal canal is an oblique passage طولها in the adult about 4 cm in the adult lying in the musculature of the anterior abdominal wall just above and medial to the medial half of the inguinal ligament. واضح كده؟ طيب احنا قلنا اوبليك باسج ان ذا لوور بارت اند ذا انر وول بتوين ذا ديب انجوينال رينج والسوبرفيشال انجوينال رينج. وات از ذا ديب انجوينال رينج اند وات از السوبرفيشال انجوينال رينج؟ وكل واحده مكانها فين بقى؟ تبقى انه ديت عقبه. السوبرفيشال انجوينال رينج طبعا احنا كنا حاجه اسمها ديب تبركل وقلت لكم عليها تعرفها كويس قوي، والمفروض بقى كده تبقى تعرفوا ان هي تطلعها ازاي. مش عارف اقول وات ولا ايه. هنا في عضله اسمها ادكتور لونجس، لما تعمل كونتراكشن تطلع معاها التندون بتاعها السرنج هنا تمشي معاها لحد الاورج بتاعه، هو واخد من البيبي بول جاست بيز ذا تيوبركل، فانت تمشي معاها لحد الابر عند الاورج بتاعه وتحس فوق منه تيوبركل، يبقى ذيس از ذا بيبي تيوبركل. كل واحد يبقى ايه يجرب مع نفسه كده وايه ويتعلم مع نفسه، عشان بعد كده هتطلعها للعيان، عشان بعد كده هتطلعها للعيان واقول لك ده الهرنه ديت. نعم لا بشوف بعدين. هنا السوبرفيشال انجوينال رينج التيست اللي هو تريانجل او اوبليك كانال او رينج عفوا جاست اباف اند ميديال تو ذا بيبتي وركل، اوبليك او تريانجل او اوفال اوبننج جاست اباف اند ميديال تو ذا بيبتي وركل. تمام طب والديب رينج فين بقى؟ This is around the opening, above the midpoint of the above the midinguinal point. Midinguinal point. يعني من anterior cervical spine, the symphysis pubis, or pubic tubercle. المنطقة النص بينهم دي اسمها إيه؟ Midinguinal point. Midinguinal point.
اسمها ميتنج بوينت بوينت، وفي ناس بيختلفوا فيها عشان لو حد راوند حاجه، في ناس يقول لك لا واحد يقول لك ايه ده من الانتيس ولا الفايل ده سيرفيس بيوز دي ميتنج بوينت بوينت، انما الميت بوينت بوينت نيجمال ده منتظر الميت بوينت نيجمال، يعني حضر دماغك الميتنج بوينت بوينت وخلاص ده منطقه النص ماشي تمام. طيب نعم هذه بيقع فيها الفيمورال فين الميديكال، خلوني اقول الكلام اللي عندي لو سمحتوا، ما ايه ما حدش يسالني سؤال الا لما اخلص انا خلصت الجوينر الكنال، حد عنده سؤال تمام؟ يعني هتلاقي كل واحد يقول لي سؤال بعيد عن الموضوع خالص. طيب فهنا الديب جوينر رينج هي موجوده فين؟ تيز ان اوبننج ان ذا، فاكر انا علمت لك على الفشل في السادس مش كده؟ احنا كنا قلنا ادي الاكسترنال اوبليك وادي الانترنال اوبليك وادي الترانسفيرسس ابدومنس تحت منها ايه؟ فاشل رانش بالسادس تيز ان اوبننج ان ذا تيز ذا ديب انجوينر رينج، وانا جايب لك صوره حاولت اقربها لك ليها، يبقى تيز ان اوبننج ان ذا فاشيا ترانسفيرسس، يمكن الصوره اللي جايه دي اهي بالظبط كده، قعدت ادور على صوره مناسبه عشان اجيبها لك. ذيس از ذا فاشيا ترانسفيرسس اهي اللي هي موجوده على الانر اسبت بتاع الانترنال اوبليك اوف ترانسفيرس ابدومينس جاست ذيس جاست سوبرفيشال تو ذا براتيبول فنير. This is the opening here. This is the opening هنا. هي الاوبننج فيها هنا ادي الفاشيا وادي الفتحه ديت. This is the deep inguinal ring. عرفت الاول؟ يبقى الديب inguinal ring هي راوند الاوبننج. موجوده فين؟ In the fascia transversalis. في الزعيم بتاعها just above the mid inguinal point. واضح الصوره؟ واضح الصوره لحد كده؟ تمام. دي اللي هيعدي فيها the structures. خلي هنا بعدين الاخر ديت اما اكمل هنا. طيب. قال لي باشا نعدي فيها ايه؟ نعدي فيها السوماتيك كور، ما تزعلش يا سيدي. السوماتيك كور اللي هو فيه التسكولار ارت والتسكولار فين والبالز ديفرنس، الحاجات اللي هي بتاعت التستس وكمان التستس اللي هي ارتير سبلاي بين الفرينج لينف درينج نيرف سبلاي والوعاء اللفظي للسبيرمس اللي هو الناك كور ده عند دخول البلفس، ده كله موجود في حاجه اسمها السوماتيك كور، ده هيتقال اعتقد ان كانوا مش هنا هيتقال مع جيتس. تمام؟ طيب وبعد كده الجوانا الكلام ده ماشي كده عامل زي صندوق ليه انتيريور وول وبوستيريور وول وروف وفلور ماشي معايا. نخش النقطه اللي بعديها. طيب يبقى لازم اعرف كل وول بيتكون من ايه باختصار شديد، لان الكلام ده يهم اللي هيشتغل في الهرنه والجراح هنا لازم يحفظ الحته دي كويس قوي. ادي الانتيريور وول وادي البوستيريور وول وادي الفلور، وهو عشان هنا شال هنا روف عشان يبين لك الدنيا شويه. ادي الديب انجوينال رينج، بس الكل دخل من الديب انجوينال رينج وبعد كده مش الجوانا الكنال طلع بس مفيش رينج. لاحظ ان هي اوبليك بس الفتحه ديت مش هتظهر الفتحه ديت عشان كده هي طولها 4 سم، في الاطفال بيبقوا قصاد بعض وما حجمها صغير وبعد كده مع كل ما يكبر يبعدوا عن بعض. برافو بالظبط كده. طيب ايش اللي داخل؟ هقول حاضر هقول حاضر خليك معايا واحده واحده وبعد ما اخلص هقول اللي عنده سؤال يسال. طب اللي بعد ايوه طيب الانتيريو هنا وانا عامل كده انتي وراها ده اكسترنال اوبليك اللي تحت منه ده اكسترنال اوبليك الحمراء الصوره دي وادي انترنال اوبليك. طيب اعملها دايجرام عشان نشوف اكتر. ادي دايجرام اهو دي ذا انتيرو فورم باي ذا اكسترنال اوبليك اوف نيوروسيس على طول الانتيرو وول ماشي يا شباب مش فاهمين الحكم مش فاهموش لكن اقولها تاني. يبقى الانتيرو وول بيتكون من حاجتين او نيوروسيس اكسترنال اوبليك على طول الكنال على طول 4 سم والفليشي فايبرز اوف ذا انتنال اوبليك في اللاترال هاف. وصلت؟ وصلت؟ يبقى هنا الرسمه دي لو حبيت اعرفها لك شويه ادي اسمي هنا ادي الانتيريور وادي البوستيريور. يبقى الانتيريور هو الاول ادي ذيس ذا اكسترنال اوبليك ابو نيروس طبعا يعني احنا ابو نيروس بقى مش كده؟ ده الميديا بتاعي وده اللاترال بلسه انتيريور وول فورمد سوبرفيشالي باي ذا ابندروس اوف ذا قولوا معايا سنر اوف بيك اول ثرو ذا كانال واللاترال هاف موجود باي ذا فليشي فايبرز اوف ذا انترنال اوبليك فليشي فايبرز فليشي فايبرز يعني جزء ايه اللحمه يبقى ده سترونج. انا لسه لكم شايف السوبرفيشال رينج فاتحه فين؟ هي فاتحه موجوده فين؟ في انهي بار؟ احنا قلنا الديب رينج موجوده في الفاشيا ترانسفير سيرفيس. طب والسوبرفيشال رينج موجوده فين؟ في الابنيوروسيس اوف ذا انا مش بتاع صح الابنيوروسيس اوف ذا اكسترنال اوبليك يبقى ده الابنيوروس اهو ماشي وادي هنا جيت للميد لاين اهو اللي هي البا
فهنا ده نيروسس، يبقى المنطقه دي فيها اللي هو سوبرفيشال انجوينال رينج. ماشي يا شباب؟ يبقى الانتيريور وول بيتكون من حاجتين، ابنيروس بسين اوبليك في طول الايه انتيريور وول، فينيشي فايبر بتاعت الانتيريور اوبليك في اللاتر هاف فقط. واضح كده؟ واضح؟ حد مش فاهم؟ حد فاهم؟ اقول تاني؟ ثاني انتيريور وول ذا كانال از فورمد باي ذا ابنيروس بسين اوبليك في طول الكانال اور ثرو ذا كانال اور ثرو ذا انتيريور وول وديبلي الفينيشي فايبرز اوف ذا انتيريور اوبليك على اللاتر هاف. ولاحظ كده الصوره؟ ولاحظ الصوره؟ لان هنا ده اللي انتزل اوبليك عشان بس يبقى خلي راسك هنا حاجه ثانيه. طيب البوستيريور وول، البوستيريور وول هجيبها فاشيا ترانسفيرسالس اور ثرو فاشيا، وبعد كده في حاجه اسمها كونجوينت تندر. ايه بقى الكلام ده يا دكتور بقى؟ ما كنا ماشيين كويسين. كونجوينت تندر، كونجوينت تندر. كونجوينت يعني ايه؟ يعني حاجه فيوز مع بعضها. هنا الفايبرز همسح ديت وارسم لك الجزء دوت، هنا الفايبرز بتاعت هنا في تنر اوبليك اهي، تنر اوبليك جاي من الناحيه دي وراح الانسيرشن بتاعها الناحيه دي كده، هتبقى ارشد كده. ده تنر اوبليك ومعها كمان ترانسفيس ابدومنس فوق منها كمان او ورا منها، يبقى ديس ار. فالاثنين مع بعضهم هم يجوا في الميديال سايد هنا الناحيه دي، يبقى فيوزد فايبرز. خد بالك فيوزد فايبرز اوف ذا تنر اوبليك ودي بيها ترانسفيرس ابدومينس يعملوا لي حاجه اسمها كونجوينت تندون. يعملوا ايه؟ كونجوينت تندون. يا ترى فاهمين ولا بكلم نفسي؟ يبقى كونجوينت تندون يبقى اتس فورمد باي ذا فيوزد ميديال فايبرز اوف ذا انتنال اوبليك اند ترانسفيرس ابدومينس وير ذا باس تو بي فيوزد مع السيمفيس بيوتس او عند السيمفيس بيوتس. ماشي؟ فيبقى الارش ده يعمل لي الروف اوف ذا ايه؟ انجوينال كانال. الروب هيتكون من ايه؟ Arching fibers of the internal oblique and the transverse abdominis. والبعض يقول لك ايه؟ لا الاريال بس. كبر دماغك. Arching fibers على اثنين يعملوا الروف. وبعدين هما عاملين روف كده، وبعدين بيلفوا ورا كمان. بيلفوا ورا هنا، ادي هنا، يقوم يلفوا ورا سبرماتيك كور، ادي سبرماتيك كور اهو، سبرماتيك كور. يقوم الكونتين تندن يعمل posterior wall of the inguinal canal. يعني كان انتنا اوبليك. ترانسفيرس ابدومينس هم يعملوا الروف اوف ذا انجوينال كانال والميديال بارت بتاعهم اللي هو فيوزد مع بعضيه يعمل لي حاجه اسمها كونتين تندن تعمل لي البوستيريور وول ذا موست امبورتنت بوستيريور ذا موست امبورتنت بار اوف ذا بوستيريور وول اوف ذا كانال. طب انت قول لي حط لي كلام ده على عشان كده هنا كونتين تندن اهو موجود في بوستيريور وول في الميديال هاف. ده ميديال وده ميديال، تخيلوا معايا ده ميديال وده ميديال. انا خدت ده كده كروس سكشن وحطيته لك كده، وهو معمول بايه؟ معمول بالانكسير بالانتنال اوبليك قدام ورا منها ايه؟ مش هنا انتنال اوبليك ولي ترانسفيرس ابدومينس مع بعضيهم ورا ترانسفيرس ابدومينس فاشيا ترانسفيرسالس. ولاحظ الصوره؟ ولاحظ الصوره يا شباب؟ ولاحظ الصوره؟ لما اكمل اخلص هتلاقي الصوره توضح اكتر معايا. يبقى الانتيرو وول طبعا هقول لك ان فاشيا ترانسفيرسالس كان فيها ايه؟ كان فيها ايه؟ اللي هو الديب انجوينال رينت، الديب انجوينال رينت. تو سمرايز الانتيريور بوستيريور. يبقى الانتيريور وول فورم باي ذا اكسترنال اوبليك ابنيروسس وفي فتحه سوبرفيشال ميديال. ورا منها في اللاترال هاف فقط فينيشي فايبرز اوف ذا انتيريور اوبليك. ده الانتيريور وول. فتلاقي الانتيريور وول يبقى سترونج قدام الديب رينت. بوستيريور وول فورم من الديب سوبرفيشال او من او من سيل انتيريور. فاشل ترانسفيرس فاشل، يبقى الفاشل ده بالسبورت مش سبورت. كل وعلى ايه؟ كونتين تندن هو ده المين سبورت اوف ذا بوستيريور وول اوف ذا كانال اللي هو كونتين تندن اللي هو فيوزد ميديال، فيوزد ميديال فايبرز اوف ذا انترنال اوبليك اند ترانسفيرسس ابدومينس. واضح يا شباب؟ طيب يبقى هو ده اللي هو انترنال وول ولا بوستيريور وول. الروف از فورم باي ذا ارشنج فايبرز اوف ذا انترنال اوبليك اند ترانسفيرسس ابدومينس. طب نيجي للفلور بقى، طب الفلور بيتكون من ايه؟ الفلور از فورمد باي ذا ميديال بار، الفلور تو ليجامنتس عشان ما تنساش، الفلور تو ليجامنتس، الميديال بار، از ذا ميديال بار اوف انجوينا ليجامنت. خد بالك بقى انجوينا ليجامنت وهو لما يجي هنا ما بيسكتش، هو بس في نفسه كده هنا، يقوم فايبر يجي ناحيه على الاي بي بول على السكول بيوجرامس ويعمل لي تيلفون تاني
او الليجامنت الثاني بشكل مثلث كده بنسميه لاكيولار لاكيولار ليجامنت. طب المفروض سيبك من الكلام ده. طب انت ذاكرت كام مره؟ مش ولا انا ريشه بالاول خلاص والله اني ما بتحسدك. لا ما اعرفش ليه حد كده وقت كفايه كده بقى. احنا نعرف حد كفايه. المفروض سيبك من الكلام ده. عارفين واحد يقول يا دكتور على ايه لك ليجامنت؟ اقول لك ليجامنت ده الميديال بار. طب الليجامنت ليجامنت رايح على السوبر بيو كريمس عمال لك ليجامنت ماشي. طيب هوريك صوره ليه. هوريك صوره ليه عشان ما تزعلش. حاول مين احسن اعرفك تعمل مني خالص كده. بص هنا بقى. بص هنا ادي ده الروف اتكلمنا عنه. ادي الفلور خليك معايا. الفلور يبقى معمول بالميديال بارت والانجوينا ليجمنت وهو ده هنا جنب البيبك بون حاجه اسمها السوبيبيو كريمس من البيبك بون. شوف عارفين بقى مش كل حاجه. فهنا يوم جزء منه دوت يجي يمسك كده كده في الحته دي كده زي ما انا عملت كده. ده بنسميه لاكنر ليجمنت. لاكنر ليجمنت والاسم الخواجه هقول لك عليه دلوقتي كمان عشان تعرفوا اسم الخواجه عشان بتاع الجراحه ما يعرفش يعني لاكنر ليجمنت. حاجه اسمها شيمبرانس ليجمنت. ايه انا قلت ايه قبل ما اقول هو ورق حاضر. طيب يبقى الفلور انا كنت في جايب رسمه هنا كمان عشان اللي بس يعمل كنا الحمد لله نفسي مش فاضي مش فاضي مش فاضي. خليكم هنا. عرفنا انتيريور وول بيتكون من ايه؟ انتيريور وول حد يقول لي كلمتين. السنة وبيك عبد الروسس وانتنا وبيك فلاتر هاف والسنة وبيك كمتين فشلة الفرسالس وكونجين تندم ميديا يعني مراية بس عكس بعض. ده على طول ده على طول الكنال وفي فتحة ميديا وده على طول الكنال فتحة لاترة ماشي. وده فيش فايبر هنا ميديا مش فايبر هنا لاترة قلت هنا لاترة وهنا ميديا. هذا في الليفت سايد. في الرايت سايد نفس الطريقة تسير بس عكس تسير تسير يعني مثلا ده ايه ده الليفت سايد. الرايت سايد تعمل العكس. حط مرايه حط مرايه بالظبط ميرور نعمل لك نفس الكلام. واضح يا شباب؟ الروف ادي الروف فايبرز ادي فايبرز اوف الانتينو انتينا وترانسفيزر فلور ميديال هاف زي جوانا ليجمنت ولا احنا ليجمنت خلاص. واحد بقى يقول لي اللي كان سالني في الاول بقى ايه الكلام دي بتدي ايه بقى عشان وجعت المره كده اللي هي اظن انت عرفت عرفت كده على طول اهيت انت الترانسميت. بص الترانسميت ده سمارت كور. طب ده في الميل. طب في حاجه ضايفه في الميل. اه في حاجه اسمها راوند ليجمنت وفيترس ليجمنت صغير كده عشان كده الكنال دي تبقى اوسع الميل ولا في ميل الميل يا راجل كنال هي الحاجه بتدي سمارت كور وفي فاس ديفرنس وارتريز وفينز ونيرفز والوعاء النقدي اللي بيقولها حاجه منويه مسؤوله عن التناسل ده. انها في مجرد فايبرس تيشو بتوسع فين الميل. عشان كده هتلاقي الانجوانا الهرنيا الاندايركت انجوانا هيرنيا از مور كومن ان ميل 20 مره عن في ميل. يعني كل 20 واحد ميل عنده هيرنيا تلاقي واحده في ميل قصاده لان طبعا هي الكلام ده عنده. واضح يا جماعه؟ طيب نكمل كلامنا. فاضل لنا قد ايه ربع ساعه؟ ها؟ يا اخي حرام عليك يا اخي. ما عندكش زي ما قلنا ايه؟ انتوا عندكم ايه بعد كده؟ استني جلاب. استني جلاب؟ اه طيب يعني بتاخد 5 دقايق وبعد كده تروح تقول لي الدكتور متاخر يا دكتور معلش ناخد 5 دقايق من خليكم معايا بقى عشان نخلص. احنا في الساعه 22 قبل ما نخلص. تعالى يا شباب تعالى يا شباب. وات از وات از فانكشن اوف ذا كانال اتس ذا بيسيك فور. خد بالك سمات الكور الميل او راوند ليجمنت فيتوس ان في ميل. طبعا هنا ايه الميل ده ايه ما كتبتش او كتبت مسحت. وبعد كده خد بالك حاجه مهمه حاجه اسمها اليو انجوينال نير بيتنسي ده النير موجود ماشي معاها بعد الكلام ده طالع من فريس لامبر. اليو انجوينال نير مش انا قلت لك ان المسل سبلايد بالايه لوور سكس ثوراسيك والفريس لامبر فريس لامبر بيجي حاجه اسمها اليو هيبوجاستيك واليو انجوينال. بص دي كده حاجه من حاجه توصل على ايه الكلام ده. يبقى اليو انجوينال ده من فريس لامبر ده موجود ماشي في الكلام وبعدين يطلع من الكلام هو اسمه اليو انجوينال سبلاين. خد بالك سبلاين ده مش موجود عندكم في المحاضره عشان تعرفها. سبلاين ده سكين اوف ذا ابر ميديال بارت اوف ذا سايد والادجيسنت سايد اوف ذا سكروتا. واحنا طبعا اتفقنا يعني عارف السكروتا تاني ايه جوانا نبقى غير مكان راح فين. هو سبلاين ده اللور بار تعتبر من الرول سكين والمسلز بعدين طلع من الكنال دي يبقى ده طلع يبقى في سكه ثانيه دي حاجه ثانيه. يبقى سبلاين ده سكين اوف ذا ابر ميديال سايد اوف ذا سايد سكين اند الادجيسنت سايد اوف ذا سكروتا. يبقى الجراح هو شغال على النيرف ده وهو شغال على الهرنيا بيشتغل بي بي بي
يشيل اليمنى لو قطع اليمنى يحصل ايه؟ يبقى لوس سنسيشن على ميديال اسبيكت اوف ذا سايد والادجيسنت سايد او الميديال سايد اوف ذا سكروتم، صح ولا لا؟ صح؟ اللي هو كده انا جاوبت لك على السؤال اللي جاي ده خالص. هو فين السؤال؟ اه ده السؤال بعد شويه. اه اه اقرا كده السؤال ده كده؟ اقرا بقى بسرعه في نص دقيقه. أيوة. After an inguinal hernia repair, a 22-year-old male complains of pain on the inside of the scrotum and medial part of the thigh. What is the nerve most likely damaged during operation? بس هو المفروض بقى الاسم السؤال يصح في حاجه وده البين ده يبقى نقول باراسيزيا يعني ايه اللي هو السنسيشن اولتر سنسيشن ها السنسيشن يعني قل او اوزان او رص بقول لك ايه نسميها باراسيزيا اكتر من كده حلو ايه حلو ايه لما تكون قال ايه اللي جوه النهايه واضح ايه بقى جوه الايه بقى انت وظيفتها الحمد لله طيب انا لسه ما خلصتش من بين الكنال طيب انا كلمت كده على عن الروك فلور انتي روك بسلور كونتنس ساعتها حد عنده سؤال ها واضح الصوره اي سؤال فيها يا جماعه واضح الصوره طيب ننتقل بقى للايه ابلكيشن عليها الانجوانا الهرنيا ابدونا الهرنيا يعني ايه ابدونا الهرنيا خليكم معايا ان هو بروتروجن لابدونا الكونتنت خارج الليمت بتاعها طبيعي هي موجوده المفروض موجوده في الكلير كافيتي ديب للمسلس فلما تطلع بره المسلس حط هنا على السيرفس هنا كده تبقى بارزه هنا او تروح جوانا الكنال يبقى بقت هيرنيا ادي معنى هيرنيا بروتروجن اوف ابدومينال كونتنتس او سايد ذا نورمال اللي هو ايه ليمت اوف ذا ايه اوف ذا ابدومين طيب الهيرنيا الهيرنيا يبقى لها ساق الساق بيبقى بروتونيه برايتر بروتونيه شايف الاسود ده شايفين معايا ولا ارسم تاني ما عنديش وقت ادي هيرنيا الساق فالهيرنيا بتتكون من ثلاث حاجات ساق كيس ومتغطي من بره بايه وجواه ايه يبقى ساق وكونتنتس وكفرنج اتفقنا ساق الساق معمول بايه باي برايتر بروتونيه تمام وليه كونتنتس كونتنتس ممكن تكون ايه حته انتستين او حته فات اسمها اومنتم او ايفن كيدني لو في كيدني سايبه ممكن تلاقي في المكان ده يبقى في ابدومينال فيسرا كيدني في هذا المكان ده الكونتنت طيب الكفرنج بتاعته يبقى ايه الحاجات اللي بره كلها سكن والسوبرفيشال فاشيا والميبراسيير والاتياب من الروماس لغايه ايه والساق نفسه المهم ايه باي ذا برايتر بروتونيه فراح الصوره باختصار شديد وبسرعه شديده و مش 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 كروات يعني لكن انتوا فاهمينها معايا بقولها بس بسرعه واضحه يبقى هيرنيا عباره فورمال سي ماركس هيرنيا الساق وهيرنيا الكونتنتس ما داخل الساق وكفرنج للساق وعرفنا كل واحده منهم بس الساق على عليه بيقسموه في جزء ضيق منه بيسموه النك الحته دي اسمها النك اوف ذا ساق وده مهم النك اوف ذا ساق النك دوت هو الجزء الضيق لما يبقى الجزء ضيق الجزء ده اتخنق يبقى حصل الجزء الهرني ده يحصل له ايه كارسر يبقى ايه يبقى اوبستراكتد فالايه الهرنيا بتكون نوع من الهرنيا لما بتنزل والعيان ينام تقدر ترجع حاله دي بيسموها ريديوسبل هرنيا تقدر ترجع تاني دي ما فيهاش مشكله طلع شخصيه ما فيش مشكله لما وانس انها حصلها اوبستراكشن في هذا المكان عند النك لاي سبب فيبقى العيال اول يبقى زي الحاله اللي كنت جبتها يبقى فيري بينفول وتندر وعنده فوميتنج وسيفير بين في المنطقه ديت ومحتاج ايرجنت اوبريشن لان الانتيسن ديت لو ما عالجتهاش ورجعتها ثاني مكانها وسلكتها مكانها فيها اوبستراكشن العيال هيجي له اكوت اوبستراكشن ممكن يموت فيها يحصل له ايه رابشر في الجزء الاول يحصل له جنرالايزد تونايتس وبعد كده ممكن يحصل له جنجرين ويموت فيها فتبقى محتاجه ايرجنت اوبريشن عشان ترجع كل ده في مكانه في الابدان واضح يا شباب طيب نعم الاندايركت جوانا هيرنيا احفظ الارقام دي هي 85% من انواع الهيرنيا الهيرنيا نوعين الجوانا نوعين دايركت واندايركت فالاندايركت 85% ماشي ادي اول حاجه مور كومن ان تشيلدرن اند يانج ادلت لان اصلا كنت جيت بقول لك عليه قلنا 20 مره مور ان كومن ان ميل عن الفيميل وعرفنا السبب مش هنرجع تاني مور كومن على الرايت سايد في الرايت سايد على الليفت سايد ليه في الرايت سايد اكتر من الليفت سايد لان الرايت تيست في الامبريولوجي ديسند متاخره عن الليفت سايد عن الليفت تيست الرايت تيست في الامبريولوجي ديسند متاخره عن الليفت تيست فبالتالي المكان اللي بتعدي فيه بيقفل متاخر عن الايه عن الليفت سايد
المكان ده ده جزء من البروتنيا، فكأن فيه هيرنيا لساك موجود، يبقى سهل قوي ان يعدي فيه هيرنيا. الجمله الاخيره محتاجه هقول لك كلام ليها هتفهموا بعدين. المهم دلوقتي نحفظ شويه الداتا دي ماشي يا شباب، و30% منها بيبقى ايه؟ بيبقى لاترال. طيب دي بقى قلت لك انا دفتكم الجمله دي من عندي النهارده الصبح لما ايه قلت مش هيعرفوها، قلت دي فاهم يعني عشان ايه ما يزعلوش ماشي، ومفروض احطها في الكومنتس اشوف انا وانت ما تشوفهاش، لكن يعني ايه عشان الواحد يعني ايه يعني عايز يريحكم او ايه. طيب بص هنا بقى، بص معايا، ارجع للسلايد دي، قول لي هنا ساك معمول بايه؟ براتا بوتنيه. هنا ساك بوتنيه براتا بوتنيه. طيب ايه بقى احنا جبنا؟ بص هنا بقى في الصوره الجايه، التستس وهي نازله، بتشد معاها يبقى كام؟ تعال بيمشي نرجع للسلايد اللي كان في اثنين او ثلاثه في الاول كده ونمشي معاها ونرجع تاني للوضع. بص هنا كده السلايد، بص هنا التست وهي نازله بتشد معاها بروتينيه، معاها شايف بروتينيه كده؟ تشدوا معاها بروتينيه، حاجه اسمها ايه؟ بروسيسس. احفظ الاسم ده، بروسيسس فاجينالس، هو اسمه كده، مش هقدر اقول لك حاجه اسمه كده بروسيس، عشان بروسيس فاجينالس جاء جزء تيز اي بار اوبزي بروسيس بروتينيه تيز دريند مع تيستس احد الكونتينس على الباسبور ويد معاه الكورنر كانه عامل لها ايه بس يعني ايه هو اللي بيحصل لها طريقه الايه للتست. ماشي، هذا الرسم الجنالس هو ده السبب ان هو بيحصل اندايت وبدن هيرمي. ازاي؟ نرجع بقى للسلايد اللي احنا كنا واقفين عندها. بص ايوه هنا، بص هنا كده، ادي هنا بروتين الكبد، خد بالك معايا، خليكم معايا، انا مش بكلم نفسي يا جماعه، لان انا عارف جزئيتي منه. بروتين الكبد وده الجزء اللي نزل من السكروتم اسمه ايه؟ قول معايا الاسم بصوت عالي، بروسيسس فاجينالس، اكتبها كمان بروسيسس فاجينا. انا عارف اقول ايه اللي جاب فاجينا هنا، هو اسمه كده. انتوا عارفين فاجينا الاول؟ لا عارفينه قوي. ده يبقى دي ازاي؟ بروسيس فاجينالس. تمام. خليكم معايا. وادي هنا ده سبايدر كورد الباس ديفرنس اللي هو والفيسلز والنيرفز اللي بتكون السبايدر كورد. هو نازلين على الاول التسعه اهو. سيسس هنا في المرحله ديت تلاحظ ان الايه؟ ان ان هنا السكروتم از كونتينوس مع بروتينيال كافيتي، صح ولا لا؟ بس ده ما بيستمرش. وبعد كده الجزء ده بيحصل له اوبليتريشن بعد كده، بعد ما تندي السكروتم وتستقر السكروتم، الجزء ده يحصل له اوبليتريشن، يتقفل قفص بروتينيال كافيتي على الايه؟ على السكروتم، ويتعمل لي ايه؟ فايبرس تيشو اللي هو كلوزد بروسيس فاجينالس، وفي كل بتسميها ايه؟ فيستيجيو. فيستيجيو يعني ايه؟ ريمنانت، بقايا. فيستيجيو اوف يعني ايه؟ فايبرس تيشو. ريمنانت اوف بروسيس فاجينالس. يبقى بروسيس فاجينالس ده جزء امتداد اكستنشن اوف بروتينال كافيتي انتو ذا ايه؟ سكروتم ديسندنج مع الايه؟ مع التستس. تمام؟ ده في الامبريو. بعد افتر ذيس ريتش ذا سكروتم ذيس خلاص وظيفته انتهت. It becomes obliterated to separate to cut short the pineal cavity من السكروتم. والا لو فضل موجود هيبقى في مشكله من اثنين، يا يخش في انتستين تعمل لي اللي هو congenital inguinal hernia الطفل يبقى مولود بيها. يجي الطفل مولود وفي congenital inguinal hernia او في fluid من pineal cavity يعمل لي حاجه اسمها congenital hydrocele. فهو الحاجات دي نورمال بيتقفل ويبقى نسميه ايه بقى؟ اللي هو vestigio او remnant of بروسيسس فاجينالس. تمام؟ طيب ويتبقى الجزء الانثيرو بس تحت منه يبقى حوالين الايه؟ حوالين التستس نسميه تونيكا فاجينالس. تونيكا يعني ليه؟ بتبقى عامله عارف كده ايه؟ زي بطنير كده زي البلوره حوالين اللنج. ليها برايتال لير عفوا. برايتال لير اهي مغطيه
يعني تقول ايه يا زعمر مغطيين هنا الايه التس عمر واضح يا جماعه يبقى البروسيس يبقى عايز اقول الحته دي عشان بعد كده اللي مش هيفهمها هيتعب بعد كده لوحده وات از ذا بروسيس اوف الاناليس ات از ذا اكستنشن اوف ذا بروكنال كافيتي انتو ذا سكروتم ديسندنج ان فرونت اوف ذا ديسكس افتر ذا ديسكس ريتش اتش 5 كومبليت اتش 5 ديسند انتو ذا سكروتم ذس بروسيس اوف الاناليس بيكم هاف نو فاليو سو نورمالي اوبليتريتس حاول يا فايروس تشوف نسميه امنا او فيستيجيو اوف بروسيس فاجيناكس اونلي اس وار اند سراوند ذا ايه ذا ديستس اند اتس كولد تونيكا تونيكا عليا تونيكا فاجيناليس لا بس لير نايم على التسف فاتا لير مبطله الايه السكروت ماشي زي بالظبط كانه ايه بلور بس على صغير طيب خليكم معايا يبقى اذا لو في جزء من لو ده ما قفلش قوي كده جزء منه قفل وفي جزء منه لو ده موجود فالسك موجود فعلى طول مع زياده الانتراكتور بريشر مثلا ايه البريشر عالي هنا دي ايه كونستيبيشن كورين الكف اي حاجه زي كده واحد اكل شويه يعني ايه ايه في الحمام او بيكوح كتير يبقى تيجي في اي وقت الطريق مفتوح تيجي هيرن تيجي ايه الجوتن تيستن يخش في هذا المكان ويعمل لي ايه كونديت الانجوانا الهرنيا رغم انها ممكن تحصل للاطفال او تيجي ان البيان بقى هو عنده قيشاوي زي كده لكن هي كونديت الاصغر ليه اللي نايم دوت اصحى معاه اللي نايم ده انا مش فاهم ليه هي كونجيتال لان اصلها كونجيتال اهم فهمني يا ساك ايه زينه دكتور اوف ذا وسيب لنا سو اتس كونجيتال ان اوريجن رغم انها بتحصل بعد الولاده ممكن تحصل عند زي سنكم كده لكن اصلها لان اجزاء من سكت موجوده بس عند وقت معين الانتستين دخلت فيها فعملت الهرنيا فاهمين يا فاهمين يا شباب واضح اكمل كلامي قربت اخلص اهوت الساك يخش جوه الكنال يبتدي من الديب رينج يبتدي من الديب رينج داخل انجوانا الكنال ولو في بروسيس فاجيناليس ممتد هيكمل فيه لحد ما تيجي السكروتم ونسميها اندايركت كومبليت انجوانا الهرنيا داخل الكنال ما دخلت الكنال والكنال موجوده في الديان سبكشن رينج بقى يكمل على السكروتم طريق مفتوح في البروسيس فاجيناليس ويخش لحد السكروتم تلاقي الهرنيا وصل لحد الايه يبقى تخش السكروتم وتطلع كمان على التست كمان واضح يا شباب انتوا معايا يا جماعه الناس اللي ورا خليكم معايا عشان اخلص كلام طيب خد بالك بقى النيك بتاع الهرنيا ده بيبقى نارو عشان كده الهرنيات طيب بيحصل لها ايه سترانجوليشن ويحصل فيه انسر اوبستراكشن وتبقى ايرليسبل الهرنيا ايرليسبل زي في الحاله اللي احنا جبناها طيب الدايركت هرنيا بقى هي ديت ناثينج بقى اللي هو في الدايركت هرنيا يبقى دي الاندايركت هرنيا هتيجي كده يبقى جت من هنا هنا كان في حاجه اسمها inferior ما قلناها من التشخيص inferior epigastric vessels او artery الهرنيا جايه من هنا وادي النيك اهوت اللي هو كده ما كان مش من هنا وجت دخلت في الجوانب الكنال ودخلت على الايه على السكروتم تمام ده المسار بتاعها خد بالك بقى النيك اوف ذا هرنيا في البدايه هنا يبقى لاترال للانفيريور جاستريك فيسلز دي حاجه مهمه عشان الجراح هو شغال في المنطقه ديت يبقى عارف الفيسلز دي بيطحها الدايركت هرنيا ما بتمشيش في الايه في الديب رينج لكن عباره عن الانترنال اوبليك اللي هو كونتين تيوبنج يحصل فيه ضعف او المصل يحصل فيه ضعف فتلاقي مع البريشر العالي يبقى هنا يحصل بريشر هنا ويديني الهرنيا الهرنيا تبقى موجوده في الميديال بار يعني ما تمشيش في الديب رينج وبعد كده لما تكبر تخش فين؟ تخش الكنال مش كده ولا ايه؟ وتخش بعد كده سمارفيشال رينج وتكمل هنا لكن الفرق بين السمارفيشال والديب بين العفر بين الدايركت والدايركت ذيس از دايركت لان ما دخلش في الايه؟ في الجوانب الكنائيه في الديب رينج ومشي في المسار ده كله، لا ده جت ناحيه هنا كان فوق سبارفيشال رينج على طول عامل بريشر على الكونتين تندر وايه؟ ده يحصل امتى؟ وعشان كده الدايركت هرنيا تحصل في الناس اللي هم الكبار في السن عنده ايه 70 80 سنه وعنده ويكنس في الابدونال وور ماسلز يقوم ايه؟ يحصل بريشر نتيجه كرون كونستيبيشن يحصل بريشر على الكونتين تندر تقوم ايه؟ الانتستين تطلع بره منه وتخش على طول على السبارفيشال رينج وديت يبقى بايلاترال يبقى ينتصف في الناس الكبار في السن دي في الايه خلص بس ده في الناس الكبار في السن 60 70 سنه ها ودي سبعه نتيجه ويكنس في المسلز لكن دي في التشيلدر واليانج ادر ماشي دي الكونجيل يعني هنا الهرنيا النيك اوف ذا ساك ما يبقاش ضيق وعشان كده الدايركت ما يحصلش فيها ايه ما يحصلش ترانجوليشن ولا يحصلش ترانجوليشن خالص لان الايه النيك واسعه فما فيش اي حاجه هتضغط على الانتستين لكن لما يكون النيك ضيق الهرنيا تقدر ايه تقدر
النيك ده يقوم يضغط على الانتستين ويعمل ايه؟ اوبستراكشن. يعني يكون مثلا النيك ده ضيق كده وحاجه معديه منه. مش هو ده يحصل اوبستراكشن مش كده؟ انما يكون النيك واسع والانتستين معديه مش اي مشكله خالص. واضح؟ حد مين اللي قاعد يسال؟ كان عايز يسال احمد. بس كنت مخلص يا اخي. خلصنا. وين ضيق كده؟ وين ضيق تيجي في الاكاس ده كمان؟ في حاجه مهمه بقى الفرق بين الاجوان هنا والفيمر هنا اللي بقولها في السنه كده مع الفيمر ان شاء الله او مع السايت الجايه ان الفيمر الاجوان هنا النيك بتاعتها بعد ما تخلص الفيشنينج النيك از اباف اند ميديال تو ذا فيبروتوبيركل. شايفين اباف بدك تتعلم كويس ازاي تطلع الاجوان الفيبروتوبيركل تعلم ازاي تطلعها كذا حاجه اهي. يبقى النيك اوف ذا اوبليك الدايت اوبليك يعني الدايت الزاد بقول هنا تس أباف and media to the pubic. لكن النك الفيمور هنا تبقى موجودة في الإيه حاجة في إيه في الفيمور الرينج في الصاي هنا اللي هي تبقى موجودة تحت الحتة دي كده. بص هنا ده لكن الرجل ماشي هنا لو كملت اسمه الجزء ده اسمه فيمور الرينج فيمور الرينج تحت الوين الرجل ده في الإيه في أول بطل الصاي ده فتحة على الدونة كبدي ايضا مع زيادة بريشر ممكن ايه او كونسبيشن يخش فيها انتستين جزء من انتستين يخش فيها ويندل على اللور ليم ويعمل لي ايه فيمورال هرنيا. الفيمورال هرنيا تبقى بلوك اند لاتر بيوتوال كير مش كده ولا ايه؟ يبقى الفيمورال هرنيا از بلوك اند لاتر بيوتوال كير لكن الفاينال هرنيا الانتاج الفاينال هنا از السليك از اباف اند ميديال تو ذا بيوتوال كير. في الامتحان في الاكزام الجراحة يقول لك انت عيان ده عنده هرنيا فيمورال ولا فاينال تقول مثلا اجوانا عرفت ازاي لازم تقول لك الحته انك تعمل اكزاميشن للعيان وتحس النيك اوف ذا هيرنيا اباف اند ميديا تو ذا فيبروتوبيركل ده الايه اجوانا اندايركت اجوانا لكن الفيمورال بيلو اند لاترال تو ذا فيبروتوبيركل. واضح يا شباب؟ ده سنديك انسيجنز اهم حاجه طبعا اقروهم انتوا اللي ما عادش وقت ولا اقول لكم؟ لا وقت. طب اقول لي بس ابنونا ريجنز دي مهمه بس ابدونا ريجن هم تسعة ريجن خطين بالطول ميت كلابيكرا لمين انجوينا وخطين بالعرض عند ال1 حاجه اسمها ترانس بريك برين وحاجه عند ايه ال5 اسمها ترانس تيبيكال برين الايليا كريست عند ال4 تحت منها شويه في ال5 اخد خط هنا كده اسمه ايه ترانس تيبيكال برين. قسمت المنطقه الايه تسعة ريجن تسعة ريجن دي از رايت هايبوكوندريا اهم حاجه فيه الليفر ده بيكسر اهم حاجه في بيت الليفر وفي حته من السمك ليفت هايبوكوندرا في بيت السمك وفي سنين بس مش في الصوره هنا. وبعد كده رايت لامبر ريجن هيبقى فيها الاسينن كولن ومعها رايت كيدني الليفت لامبر دي سنن كولن والليفت كيدني امبرايكر فيها ترانسفيرس كولن وحته من الايه ومعاها كمان موجوده عند فوق الامبرايكر فيها ترانسفيرس كولن وموجود فيها جزء من الجدنم. هنا في رايت ايليك ريجن اهم حاجه تعرف فيها انه فيها ايه سيكم والابندكس الابندكس. وبعد كده ليفت ايليك ريجن فيها بيت السنن كولن وبدايه البيت كولن الهايبوجاستريك ريجن فيها البيت كولن وفيها تلاقي مثلا فيها ان في ميل فيها اليوترس ان بير فيها البلادر بين ان في ميل فده ديجا صح. بعد كده بنقول كده قلنا قلنا بس بقول لك الليفر موجود فين يقول لي الراجع المكندر اللي كاتسر وده على السيد المكندر الصبح موجوده فين موجوده في الجسم واللي في المكندر الراجع كده موجوده فين الراجع المكندر وهكذا نفس الكلام. طيب يا شباب نعم اي سؤال والله انتوا دي المحاضره الامانه دي 70 لو سمحتوا روحوا اقروا المحاضره قولوا يا جماعه اللي ورا اللي قاعد بيتكلم انا طبعا كنت هكلمك من الوقت اللي ما عنديش وقت ولا كسوت واتكلم فانا هبعت لكم المحاضره ان شاء الله. والله انتوا